اها كيف؟ يعني مثلا ارتب، نحكي ابجديا مثلا، انا سبجكت ارتبهم من A ل Z، بعدين البريدكت ارتبهم برضه من Z ل A مثلا. بالضبط بالضبط. فمثل all possible combinations من الاندكسز هو يخزن. هلا على فكره وهذا مش بس بدوش تبع ال ار دي اف 3 اكس، ال ار دي اف 6 كمان كانوا هذا، يعني مش تروح تحطه على اوراكل، اوراكل بتعرف تعيش معه بجوز حسن، بس قالوا هم انه كمان بيلعبوا بالاكسكيوشن بلان، يعني بيعملوا احصائيات وبيلعبوا بالاكسكيوشن بلان عشان يعرفوا يقولوا للكويري اكسكيوشن انو للكويري انجن انو واحد يستعمل انو لحظة. هاي الثلاث انجن ثلاث افكار للاوبتمايزيشن للجرافيك بيز. كيف كرامة؟ في اي سنة؟ في عندي بيبر في كرامة. هاي انتي؟ تريبل بيت. انتو اثنين؟ السمار ده عن ايش؟ شو في افكار اخر افكار ايه عيدة الموضوع؟ عفكرة نفس الموضوع هو نفسه محمد اللي ما سوي اللي أنا بدي أعطيكم عنها هلا، بس كله غشتنا محمد، بس اللي بدي أعطيكم عنها برضو سحل ثالث ما سوي ما سوي. بالمناسبة هذا بحث بلشته أنا في جامعة قبرص 2007، بعدين 2009 وطالع انتقل البحث لبيرزي. انا وعندي كمان طلاب اشتغلوا على على يعني المشكو اللي اخترعنا يعني بمعنى اخر. هلا شايفين هاي، شايفين هاي الجراف اوراكل، اوراكل الكومبلكسيتي تبعتها الاوراكل سيمانتك تكنولوجي الكومبلكسيتي تبعتها، يعني لما جوين لما ما فيش جوين بقت السرعة هون، لما صار جوين مرة واحدة كدست السرعة سوري يعني التايم الوقت اللي بيلزم عشان النفذ الكبير صار هالكم، لما صار الثلاث صار هالكم، لما صار الأربعة صار هالكم، لما صار الخمسة فطاه طلع عكس بنانشا. بينما الحل اللي عملناه احنا على نفس الداتا على فكرة على أوراكل نفذناها، يعني حصلنا على أوراكل بس مش أوراكل السيمانتيك تكنولوجي. شايفينها هاي كانت السرعة. هلا كيف شو زمان سمعنا بالضبط، هذا دور محمد يفسر. هلا بس أنا إذا بتذكر قلت لكم ماشكو إل شغلتين بيختلفن عن بعض، واحدة الكويري فورميوليشن وواحدة الاندكس. شو الاندكس اللي سويناه؟ طيب الكويري كانت فكرتها كالتالي، هاي اتس جرافيكال كويري فورمولايشن لانجويج، يعني هي لغه، لغه محطوطه للار دي اف او للجراف داتا كداتا بيس، بترد على سؤالك انه كيف بدي، طب انا بعرف شو الداتا، ما انا كيف بدي اعمل كويري؟ بقول لك بالظبط ثانيه الكويري give me everything that has artist ضيان الجير او الببليكيشن اللي تبعتها 2003 تايتل، يعني بدك ترجع لك الالبوم تايتل، يعني اعطيني الالبوم تايتل لا الارتست كذا والجير كذا كذا كذا. هلا بدي اورجيكي كيف نعمل، مش ساعه تطلع مش اوفر 1 أرليه وأبرتو أو إن. كيف نعمل كويري؟ هلا بدي أورجيكي كيف نعمل كويري. طيب أول إشي تقولي أوكي هاي فرام، تحطي إيش فرام من هذا، من هاي إيه هاي إيش هو؟ يا موقع يا داتابيس يعني جراف، تقدر تكتبي هون بيطلع واحد ثاني تكتبي كمان جراف، وهالمجرى تقدر تكتبي قد ما بديك ايش؟ يعني يعني زي تقولي سيلكت فروم
بس مش نفس الجراف، ديفرنت جرافز حتى. بعدين كل هالعاد بجيب هاي اديتور، بتجيبي هاي بشكل هلا وكأنه أنا وكأن هاي الكونديشن هلا بدي اعمل كويري من هذولا، بدي اعمل كويري من هذولا التو سورسز. باي ديفولت بتطلع لك هيك، اكبسي هون شو بيطلع؟ البوم اي واحد اي اثنين بي واحد، هاي اذا مكتوب هون انديفيدجوالز. على فكره اذا مكتوب تايبس هاي بجيب لك بجيب لك شيء ثاني. اذا مكتوب تايبس يعني زي مثلا بجيب اللي هو الالبوم، بس بجيب لك الالبوم. هلا اخترت مثلا عم بدي ايفريثينج، هلا ما بدناش يعني شيء معين. بعدين تيجي تكبسي هون بروح شو بيساوي معي محمد؟ بروح شو بيساوي؟ بروح بجيب لك ايفريثينج، هلا بجيب لك كل البروبريتيز تاعت ايفريثينج، كل بيعمل كويري على الاس على البي بغض النظر وين وين السبجكت، شو هو السبجكت. على فكره اذا عملتي هون انا بدي قلبه بجيب لك بس البروبريتيز تاعت هون تاعت قلبه. ها هلا افترضي انه اخترتي ارتست، هون شو بقول لك؟ artist equal contains one of not between less than إلى آخره. بعدين تختار مثلا contains إنه artist contains the icon، هاي condition يعني تعطيني everything ال art ال property تبعته artist وال artist contains هاي. تكبسي هون على الزائد هاي، ها شو بطلع لك؟ تعملي كونديشن ثاني تكبسي هون برضو، ما هو بلا ايفريثينج كونديشن ثاني لايفريثينج يعني البروبرتيز. هلا افرض انه اخترتي يير، على فكره في هون حدا مستعمل يير وفي هون من سورس ثاني شو استعمل؟ باب يير يعني زي بابليكيشن يير. فانا شو بساوي؟ بقول له يير اسلا، ولما احط سلاش بيطلع لي كمان مرة نفس البوب اب منيو، بختار مثلا ببير او سوري برودكشن يعني. هلا شو بقول له هون مثلا؟ بختار مثلا مور ذان وبكتب مثلا هون 2003 كمان واحد، اختار كمان واحد. هلا اخترت كمان واحد هون، لو اكبس هون شو طلع لي؟ برضه شيل البروبريتيز تبعها everything. بختار مثلا ايش؟ التايتل وانه كونتينز سوري بكونتينز مثلا اذا بدي هاي احطها يعني هاي زي اللي في البروجيكشن سيليك كذا بدون ما تختار واحد من هذول. محمد بجيب لك اول يعني وكانك قلت سيليك اول اول فاريبلز اللي في الكويري. هلا لما اسوي هاي سويت هذه الكويري بعدين الإديتور شو بيساوي؟ بيعمل لك جنريت للكويري. فهيك خلاك شو كان سؤال هو؟ سؤال نغم؟ شو كان سؤال نغم يا فايز؟ بقدرش أعمل كويري للداتا إلا تعرف شو عن إيش وابحث فيها. طب إذا داتا كبير كثير إذا شو صار هون مشكلة سعدة؟ وانت بتعمل وكأنك بتعمل براوزنج تختار يعني تختار الكويري تبعتك وانت بتعمل. هلا مجرد ما كبستي هون تمرن للكويري. هلا الكويري هي يعني هاي مش وراها كويري انجن، هو بيعمل جنريت للكويري بعدين ناخذها ونروح ننفذها. منيح؟ هذا الجزء اللي بنسميه كويري فورمولايشن. فورمولايشن يعني صياغه، يعني صياغه الكويري. على فكره انا مجرد منكم الفيسبوك جراف سيرش شو تقولي؟ على فكره هاي انترستنج. مره انا قلت له بيبول هو وركس ات بينزل
لايكس سين انستيتيوت ليفز في الخليج. ها انترستنج هي نوت فيت صح؟ هناك وي سي ذات هناك لازم نضل ماشيين نضيف صح؟ اذا تكون قارن وكان ماشيين ديب. على فكره لما تقولوا له بيبول اول شيء بطلع اليسار ووتس اون ليفت اون البروباتيز. هلا تقولي له ووتس ات بعدين بطلع لك كل اللي فرنسا تبعونك وين ووتس ات مثلا ايش هي هنا وكذا بطلع لك اليسار صح؟ وانت تكتب يصير عمل فلترنج. هلا بعدين تقولي له نعم بطلع لك البروباتيز تبعت اللي تنسعونه صح؟ وهلو ما جرب او لو تقول له اعطيني بيبول ووركس ات سينا انستيتيو ام شو بطلع لي؟ بروح على اللي مسجلين فيسبوك جراف انهم بيشتغلوا بسينا بشوف البروباريتيز تبعتهم بطلعها برد خليك تختار برد. فهناك بقى على داتا بيس واحد حدد هاد كويري لانجويج تبع 2007 بس يعني عشان يسجل بفخر طبعا يعني انه هاي كمل الفيسبوك. طيب تخيل لو انا بس انت شايف لما انا كبست هون لما انا كبست هون شو صار؟ لما كبست سوري هاي اكبس هاي لما انا كبست هون هاي ها هاتو اكبسي هون ترجم بالضبط صار راح على الجراف وشاف شو في عنده. عارف هيك قد ايه بتاخذ الوقت؟ هذا السؤال كنت اسالك اياه. الانتر اكتيفيتي يعني سوري انتر اكشن تايم نعم هو راح عمل كويري وهي كويري على ايش عمل؟ على الجراف. على فكره هون تو جرافز تخيل هذول التو جرافز عندنا مثلا 32 مليون كيف عم شو تسوي؟ كيف يقول عليهم؟ رقم كثير صح؟ رقم كبير كثير. تخيل انت كبس كبسه وبعدين بدك تروح تستعمل ترجع بعدها لمشهورين تخيل الفيسبوك تبع كله بيقول غير لك دقيقتين ثلاثه بس تزبط؟ أو بالمناسبة تعرفوا بالهيومن كونترنت اكشن اليوزر وين انت بشعر بالديلي اذا تاخر بشيء اكثر من 100 سكند اي شيء انت تحت ال 100 ملي سكند بتشعرش بالديلي بصير كل ما بحط الانترنت بتيجي هلا هي بتيجي قديش كذا لحد ال 100 ملي سكند بتشعرش بالفرق تحت ال 100 ملي سكند بصير كل اوه في ديلي فالجود انترفيس لازم قديش بعد اقل من 100 ملي سكند فاللي تقوله احنا ما عملناش اكسكيوشن للكويري سيستم فكان لازم لما صممنا ماش تو ال اضطرينا نصمم كويري نعمل كويري اوبتمايزيشن يعني هو ما كانش قصدنا نعمل كويري اوبتمايزيشن فاضطرينا نعمل كويري اوبتمايزيشن عشان ماش تو ال تنجح. هلا لما عملناها كان لازم User interaction within 100 ملي سكند باختصار. الحل اللي عملناه طبعا كان السوليوشن محطوط على اوراكل. الحل اللي عملناه هلا بحكي لكم عنه. انه جبنا عملنا الحل تبعنا الكويري اوبتمايزيشن محمد اسمه جراف سيجنتشر. جراف سيجنتشر. عملنا اكسبيرمنت على 32 مليون اللي على داتا اتوقع دي بي بي ولا رياضه مش متاكد. 32 مليون تريبل. تخيل جونز عليها كافي. هاي اللي سويناه بالضبط تروح على 32 مليون تعمل تو سمرايز. يعني شو يعني سمرايز؟ يعني يو سمرايز داتا. أنا مش كاتب أكثر من هيك، بدحت شوي صغيرة وخلصنا بس محمد بيكمل بعدين. يو سمرايز ذا داتا، كيف يو سمرايز ذا داتا؟
باختصار بتكون كل النودز اللي من اول الجراف لاخره او كل النودز اللي لها نفس الجراف نفس سوري نفس الباث يعني 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 دي واحد التايب تبعه له تايب وله مثلا ريتم باي والريتم باي لها بورن ات لها نفس الباث بغض النظر عن شو بتكلم هذول كيمهم عملهم جروب حطهم بدائره واحده اعملهم جروب حطوا كيمهم اعطيهم كلهم نفس الباث يعني اعمل ريبليس لكل النودز اللي لها نفس الباث من اول من الاول للاخر كيمها وحط مطرحها طبعا كيمها تحطها على جنب تحطها في تيجر كل هاي الاي دي دي واحد ودي خمسه ودي 25 اعطيت ام هلا مثلا اكس واحد فبروح بعمل ريبليس في كل الداتا تبعتي لهذول بشوف هذول النوت سبجكتس بعملهم اكس واحد لف عليهم كلها تلك حالك الجراف شو صار فيها؟ مكمش زين كذا بصغر انا بعطيكم معلومه مثلا عملنا على تو داتا بيسز اكسبيرمنت اذا واحد 32 مليون وواحد 12 مليون تو ديفرنت داتا بيسز ام 32 اللي هي فيري سبارس فيري هيتروجينيوس الجراف تبعها زائد 32 مليون كذا صاروا مليون واحد وام 12 مليون مش سبارس مش يعني في اشياء كثير مستقبعه يعني معناها في التلخيص تبعها طلع منيح طلعت شيء بال يعني اكل 100,000 دولار مش ناقص 500,000 شكرا هذا شكرا لا 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 نو 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 مش هو مضبوط صح الجراف سيجنتشر على 15 مليون هذول الياكو على فكره كنت احكي عن شيء ثاني انا عن هاي اكسبيرمنت ثالثه هذيك 32 مليون اللي هي دي بي بي 12 مليون اللي هي دي بي ال بي وهاي واحده ثالثه 15 مليون صفينا على 500,000 نص مليون عارفين هذا في هلا في الكويري كذا بصير بدل ما اعمل 15 مليون ضرب 15 مليون ضرب 15 مليون بعمل 500,000 ضرب 500,000 ضرب 500,000 بس قارنها بالسلوشن تبع اوراكل هاي كويري خمسه ليفلز ها كويري خمسه جوانز يعني اوراكل السلوشن تبع السلوشن تبع اوراكل هون قديش الريسبونس بكى؟ قعد 111 سكند سوري 110 سكند هون حتى بتوقع والله يلجنها بالملي سكند حتى anyway بس قارن رقم هذا بالرقم هذا ماشي؟ هاي على فكره هاي ورست كيس اكستريم كيس عملناها بالوضع اللي الطبيعي الى حد ما عملنا كويري فيها لحد 9 او 8 او 9 جوينز طلع كيف الفرق بين اوراكل وبين مجرات سيجنتشر طلع يعني السرعه مهوله صارت مهوله لان عملنا شو الفكره سمرايزيشن على فكره لسه هاي الارقام لهذا الارقام في ارتكل جديد تودت بعثناها يعني في عمل مع انطوني دعيك لسه في تحسين اكثر صار يعني تفضل في اسمها بدي اسالك دكتور عمليه السمرايزيشن يعني ما بدي تكون جاهزه قبل انا صحيح يعني لانه بتاخذ وقت زي ما بتعمل اندكس مش انت طبعا زي كيف تعمل اندكس للداتا اول ما تروح او تيجي عندك تروح الداتا تعمل اندكس طبعا هاي انت بتعرفش اليوزر بيعرفش هو بس بيعمل اندكس الاندكس هو بدل ما يعمل اندكس
اعمل اندكس تبعه بدل ما اعمل بي 3 اندكس. الاندكس تعمل تبعه 7. في اي سؤال؟ في اي سؤال؟ ليس معناها ماش كيو ال. ماش كيو ال هذا هو على فكره كنت بدي احكيه وانا فكرت بكل حاله تنساش تقولها. ليس معناها ماش كيو ال. شو معنات ماش؟ شو معنات ماش بالانجليزي؟ انا مش هضرب بالانجليزي. ماش ماش شو معنات امام؟ شو معنات ماش؟ ماش طب انا عمر حد اكل ماش بوتيتو؟ اعرف الناس. ها انا عمر اكل ماش بوتيتو يعني بطاطا ايش؟ روسي. ها ماش ماش جاي من ماش اوتس. ماش يعني في 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 العلم التكنولوجيا ايش اسمه ماش اب. في هذا امر اسمه ماش ابس. ماش اب مثل عندك داتا وعندك داتا يعني انا عندي ويب سايت بروح بعمل بجيب من امازون كتب امازون عندهم ان بي اي صح؟ وبجيب كمان من جوجل الماب تبعتهم بحط الكتب مع المؤلفين تبعها فوق الخارطة. بعدين بروح بجيب من داتا من مكان ثالث ورابع. فأنا الأونر تبع الداتا؟ لا. أنا شو سويت؟ ماش ماش أب. المنتج اسمه ماش أب. شو الماش أب يعني؟ يعني داتا مجمعة من عدة أماكن. ففي الفكرة هاي هو كانت ماش كيو ال يعني ماش أب كويري لانجوج أو سوري ماش أب أند كويري لانجوج. فكان ليه؟ لأن قد تأخذ من أكثر من مكان. نعملها إمبليمنتيشن طريقتين عملنا لها. واحد منهم كان فايرفوكس أدفون إنه أنت بتفتح تابس هيك كانوا مفكرين إنه أنت بتفتح تابس كل تاب منهم جراف يعني لأنه الويب بيجز هي مكتوبة بالـ RDFA بعدين ترجمها الـ RDFA يعني فيها جراف يعني نقول. وانت على جانب ادون كل التابس هذول بنعتبرهم زي تقولي ديفرنت جرافز ونخليك تعمل ماش اب لهي الداتا تطلع شيء ثاني. فهي من الماش اب جاي. في اي سؤال ثاني؟ في اي سؤال ثاني؟ هل مش فات اليوم؟ ها؟ بس مش رح ماشي كثير